امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ووجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا، وده لحماية صحة وسلامة المواطنين. اللجنة اتخذت عدة قرارات، أهمها عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف، وكمان حظر سرادقات العزاء والاحتفالات. واللجنة قررت السماح بإقامة الصلوات في المساجد وصلاة التراويح بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتخفيف، بمعنى أن صلاة التراويح لا تزيد عن نصف ساعة. نص ساعة بس يا جماعة والنبي، زي برضو خطبة الجمعة كده ما قلنا ان هي 10 دقايق، وفي بعض المساجد كانت بتطول. ده يعني عشان المسجد يفضل مفتوح. احنا كنا بنشتكي السنة اللي فات في رمضان اللي فات ان احنا ما كانش في صلاة تراويح وكده، وبالمناسبة وزيرة الصحة فكرتنا باللي حصل في رمضان اللي فات. في أول أسبوع في رمضان والعيد العدد زاد، تاني أسبوع نسبة الإصابات زادت، تالت أسبوع نسبة الوفيات زادت، فياريت نخلي بالنا.